objectives. Yani getting some informations about potassium and metabolism, the normal and abnormal metabolism in the body. What approach to patients with hypo and hyperkalemia? What treatment of such patients? Hypokalemia. Hypokalemia means drop of the level of potassium below the normal level, which is the normal level of potassium. You must memorize it because it is very, very, very important in clinical practice. One of the most common electrolyte abnormality you face in clinical practice, in cardiology, in muscle disease is potassium because it's involved almost in every living cell. Hypokalemia is defined as potassium level less than 3.5 millimole per liter. Causes of hypokalemia may include reduced intake, like prolonged starvation, famine, or potassium-free intravenous fluid. Tebecurone potassium-free intravenous fluid, Ashotcom potassium-free intravenous fluid. يا شباب دكتور دكتروس ديكستروز عافية عليك، واحدة من عندهم ما بي لا بوتاسيوم ولا صوديوم ولا كلورايد، عافية عليك. وبعد النورم السلاين ما بي بالصوديوم كلورايد، نورم السلاين هم بي بس صوديوم كلورايد. زين redistribution into cells like in alkalosis, insulin, catecholamines, and beta-adrenergic agonists. Hypokalemic periodic paralysis. Increased urinary excretion or increased GIT loss. طبعا redistribution into cells هي من أهم النقاط اللي تسبب الهايبو والهايبركاليميا. During alkalosis من يصير blood, البلازما يصير alkaline راح يصير shift of potassium from outside from extravascular to intravascular. If you use insulin, الانسولين راح يدخل للسيل يحمل معاه جلوكوز وبوتاسيوم. وراح تشوفونه بالتريتمنت اوف هايبركاليميا ننطي ايش؟ ننطي انسولين. ممكن ننطي صوديوم بايكربونيت حتى نسوي الكالوسيس. كاتيكولامينز اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين. بيتا ادرينرجيك دراجز لايك سيلبيوتامول which is used where سيلبيوتامول وين يستخدموه؟ الو تسمعوني؟ نعم دكتور، دكتور ادويترينال ما اخذناها بعد. لا السالبيوتامول الفينتولين اسمه التجاري فينتولين، ما تستخدموه، ما حد عنده ربو، ما حد عنده قرايب عنده ربو. دكتور بالاسم، ايه بالاسم دكتور؟ عفي عليك بالاسماء، اللي هو برونكو دايليتر. فهذا بيتا ادرينرجيك دراجز، هذا يسوي شيفت اوف بوتاسيوم فروم اوتسايد ذا سيل انتو ذا سيل. Hypokalemic periodic paralysis, which is mostly a familial condition. Increase urinary excretion, يعني الكدني تطرح بوتاسيوم كثير، تصير بالرينال tubular acidosis، تصير بالdiuretic therapy, وincrease GIT loss through diarrhea vomiting، ومعروف السبب. طبعا هذا الجدول مال causes of hypokalemia والشرح. Reduce intake حكيناها، و ال redistribution to cells حكيناها. Then increase urinary excretion like what in Cohen syndrome اللي هي aldosterone secreting adenoma, Cushing syndrome اللي هو يعني cortisol secreting adenoma of the adrenal, glucocorticoid excess سواء يعني iatrogenic احنا نوصفه او المريض ياخذه يعني من حاله. Carbinoxolone والليكورايز، Carbinoxolone هو laxative والليكورايز هو عرق سوس، هذا السوس اللي يشربوه، هذا يسوي excessive excretion of potassium into the urine. طبعا urinary excretion، increase urinary excretion عادة للurine البوتاسيوم أكثر من 30 مليمول per 24 hour، 20 إلى 30 مليمول per 24 hour، فنجمع 24 hour urine potassium، إذا طلع أكثر من 30 مليمول، 20 إلى 30 مليمول بوتاسيوم بمعنى there is increased excretion. الكونز والكوشنج جلوكوكورتيكويد طبعا هايبرتنشن والكالوسيس يصير المريض.
الجينيتيك ديسوردرز لايك ليدل اند بارتر اند جيتلمان هذولا هايبرتنشن اند الكالوسيس اوكي رينال تيبيولار سيدوسيس اللي حكيناها ديستال والبروكسيمال تايب 1 اند تايب 2 هم يصير المريض بالتايب 1 يصير هايبوميغنيسيميا هايبوكاليميا زين هايبو يعني حتى هايبوغلايسيميا وتايب 2 اسوشيتد وذ جلايكوزيوريا زين امينو اسيد يوريا اند فوسفات يوريا وعادة رينال ستونز تايب 2 اسوشيتد وذ اسيدوسيس استازولاميد اللي هو دايريسيس اللي استازولاميد تايب اوف دايريتكس هم نستخدمه كثير نستخدمه بال انكريز انترا كرينيال بريشر بالبيناين انكريز انترا كرينيال بريشر اللي هو يصير بالاوبيس فيميل ونستخدمه بالجلوكوما انكريز انترا اوكيولار بريشر استازولاميد مشهور والدايريسيس لايك لوب دايريتكس مثل اللازكس الفروزاميد المشهور الثيازايد مشهورة ريكفري فروم اكيو تيبولار نيكروزيس بريكفري فيز عادة الكيدني تصير بها انكريز لوس لما يصير بها ابزوربشن لان هسه صار ريكفري من اكيوت تيبولار نيكروزيس فيصير بها فيلر تو كونسنتريت يورين ريكفري فروم تيبولار اوبستراكشن هم يصير بوست اوبستراكتيف دايريسيس زين increase gastrointestinal loss through قلنا upper either upper or lower upper قلنا vomiting or NG nasogastric tube عادة urinary excretion of potassium قليل يكون هنا ما صحيح؟ urinary excretion of potassium قليل أقل من 20 إلى 30 lower GIT diarrhea laxative abuse villous adenoma and others what are the clinical features of hypokalemia طبعا المايلد هايبوكاليميا من 3 الى 3.5 او 3.3 generally asymptomatic but more profound reduction in plasma potassium can lead to muscular weakness associated with tiredness يعني المريض يجيك tired lethargic وما بيحل نهائيا بعدين يصير الكارديك cardiac complication اللي هي most dangerous بالهايبوكاليميا فممكن يصير ectopics more serious arrhythmias may occur زين وممكن يزيد الاريثميك سايد افكت اوف سم دراجز لايك ديجوكسين زين تيبيكال اي سي جي تشينجز اوكر اهم اي سي جي تشينج ممكن تشوفوه بالهايبوكاليميا هي بالتي ويف تذكرون انتم بالفيسيولوجي الاي سي جي هو بي كيو ار اس بعدين تجيك التي ويف اللي هو فنتيكولار ريلاكسيشن ريبولاريزيشن هاي التي ويف ممكن يصير فلات اور ايفن انفرتد inverted in patient with hypokalemia. طبعا functional bowel obstruction may occur due to paralytic ileus. لان قلنا contraction اغلبية muscle contraction خاصة smooth muscle يعتمد على potassium influx. فمن يصير hypokalemia راح يصير paralytic ileus و abdominal distension. هذا هاي side effects of hypokalemia ممكن يشوفوه بالاطفال من يجيك طفل وتبخره 4-5 مرات انت مقيم الطوارئ تجي امه تقول لك دكتور من التبخير انتفخت بطنه تجي تقولها هو التبخير ما له علاقه بالبطن تبخير للنفس فانت تتذكر انه سالبيوتامول ايش يسوي هسه قبل شويه قلنا البيتا ادرينرجيك دراكس يسوي انفلكس اوف بوتاسيوم فروم اوتسايد ذا سيل انسايد ذا سيل يعني شيفتنج فيصير هايبوكاليميا الهايبوكاليميا تسوي ديكريز موتيليتي مال انتستين ممكن يسوي باراليتيك ايليس باراليتيك ايليس معناها شلل الامعاء فينتفخ الطفل فتذكروا هاي السالفه لونج ستاندينج هايبوكاليميا ماي كوز رينال تيوبولار دامج هايبوكاليميك نيفروباثي اند كان انترفين وذ تيوبولار ريسبونس تو فازوبريسين كوزينج نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس يعني الهايبوكاليميا ممكن كرونيكلي تسوي نيفروباثي ديكريز ريسبونس تو اي دي اتش او فازوبريسين انتي دايريتيك هرمون فايش يصير يصير بوليوريا and polydipsia. طبعا راح تشوفون من يعني احنا اخذنا تذكرون السيندروم اوف inappropriate ADH secretion ان شاء الله السنه الجايه نعطيكم يعني الدايابيتس انسيبيدس بالديزيز اوف ذا بيتويتري الدايابيتس انسيبيدس هو عكس السيندروم اوف inappropriate ADH secretion patient has polyuria or polydipsia due to either deficiency of ADH or resistant to the action of ADH on the kidney فنقسمه الى cranial or nephrogenic نيفروجينيك ممكن due to hypokalemia وسح حكيناها ممكن due to drugs ممكن due to hypercalcemia يسوي نفس الكلام الهايبركالسيميا زين investigation طبعا most
useful investigation هو بلازما الكتروليتس بايكربونات، لان احنا قلنا الالكالوسيس ممكن يسوي شيفتنج اور اسيدوسيس ممكن يسوي شيفت بالعكس. قلنا مثل ما نسوي بلازما نسوي يورينري بوتاسيوم لان حتى نشوف انكريز لوس ثرو يورين اور نوت. سم تايمز بلازما كالسيوم ماجنيسيوم is usually sufficient to establish the diagnosis. As I mentioned, this calcium magnesium, and hypocalcemia or hypomagnesemia may augment the effect of hypokalemia, مثل ما digoxin toxicity is. Measurement of urinary potassium may be helpful. If the kidney is the root of potassium loss, urine potassium given أكثر من 30 millimol per 24 hour. Whereas if potassium being lost through GIT tract, عادة الكدني تحتاج تقوم تعوض will retain potassium, resulting in a lower urinary potassium, generally less than 20 millimol per 24 hour. فالكدني تحاول تعوض تسحب البوتاسيوم حتى تعوض الهايبوكاليميا. إذا كانت normally functioning kidneys. هاي الكلام إذا كانت normally functioning kidneys. Management of hypokalemia. طبعاً أول شيء لازم نعرف cause إذا correctable cause or not. Correct the cause if it is available or it is amenable. يعني ممكن تصل وممكن نسوي. If the problem is mainly redistribution of potassium to cell, reversal of the process is responsible, may be sufficient to restore plasma potassium without providing supplements. يعني إذا الكالوسيس ممكن نصلح الكالوسيس. إذا كانت بيتا أدرينرجيك دراجز نوقفها هو راح يصير redistribution from inside the cell to the outside. يعني ممكن redistribution ما يحتاج وما يعني really the patient really is not potassium deficient. تفهموني؟ ألو شباب تسمعون؟ نسمعك دكتور بس على أخير فقرة. أوكي الجملة تقول ال patient اللي هو عنده redistribution of potassium هل هو potassium deficient لو لا؟ لا بس مجرد صار shifting of potassium from outside the cell to the inside. فأنت من تقيس البلازما اللي هو outside the cell intravascular بل يعني intravascular potassium راح يطلع له بس هو really has been shifted inside the cell due to alkalosis, beta drugs مثل ما قلنا قبل شوية. فأنت مجرد reversal of the alkalosis أو the stoppage of the offending drug راح يصير أو insulin توقفه إذا high dose راح يصير shifting of potassium from inside the cell to the outside to the intravascular يعني compartment وراح يتصلح الأمور. كلام صحيح ولا لا؟ ما راح نحتاج احنا بوتاسيوم لأن انت really patient is not potassium deficient. راح تشوفون هالكلام كثير غير مكانات تطبيقه عملي يعني زين. In most cases however some form of potassium replacement will be required, generally achieved through slow release potassium chloride tablets. But in more acute circumstances, intravenous potassium chloride may be necessary. Intravenous potassium chloride لازم with caution. Intravenous potassium ممكن إذا زرقت البوتاسيوم directly IV ممكن المريض يصير cardiac standstill. أتفهمون asystole ممكن المريض يتوقف قلبه إذا زرقتها مباشر. وكثير مرضى ماتوا بأخطاء إنه البوتاسيوم انزرق مباشرة بالوريد بدون علم. أو بدون ما يعرف الممرض أو الطبيب المقيم الدوري بدون ما يعرف قلنا له نطي بوتاسيوم للمريض نجي المريض ستاند ستيل يعني كاردييك أسيستول ممكن يقتلوا المريض بدون خطأ يعني بخطأ غير متعمد يعني على الأغلب بس هذا خطأ لا يغتفر لأن البوتاسيوم من صف أول ثاني ثالث إحنا نعلمكم بوتاسيوم خطر لازم أول شيء ما ينزرق directly IV. ثانيا لازم الفلويد اللي تخلي بيها البوتاسيوم تكتب عليها هذا الفلويد زائد انضاف اليه بوتاسيوم اكتب بوتاسيوم بلس نخلي بيه بوتاسيوم بلس قط تكتبه بخط واضح حتى الممرض يعرف والطبيب يعرف حتى لا يصير rate of administration very rapid وممكن يصير عندك أريثمية. The rate of administration depends on the severity of hypokalemia and the presence of cardiac or neuromuscular complication. But should generally not exceed 10 millimol of potassium per hour. يعني ما تعوض أكثر من 10 millimol potassium per hour. ما تعوض أكثر من 10 millimol potassium per hour. طبعا الأمبولة بها 5 سي سي. أمبولة أو 10 سي سي اللي تجي. كل سي سي
من أمبول بوتاسيوم عادة يحتوي 2 ملي مول أو بوتاسيوم. مفهوم الفكرة؟ كل سي سي من البوتاسيوم كلورايد أمبول عادة يحتوي 2 ملي مول بوتاسيوم. احفظوها هذه. قليل مرات، قليل جدا أنه سي سي يحتوي على 1 ملي مول، قليل جدا. وفي بعض المرات يعني من كنا مقيمين دوريين جتنا وجبة بوتاسيوم السي سي يحتوي 10 ملي مول، سي سي الواحد يحتوي 10 ملي مول. فانتبهوا كثير قبل ما تعطوه، تقرون اقروا الأمبولة، اقرأ 1 ميل 1 ميل يحتوي كم ملي مول بوتاسيوم قبل ما تعوض، لأن الريت لازم ما تعبر 10 ملي مول بير أور. فهي العشرة ملي مول هي 5 سي سي من النورمال، النورمال بوتاسيوم هذا اللي يجيني النورمال بريبريشن. بس ممكن البريبريشن كل شركة تسوي شكل ممكن، فأنت ما معذور أنه أنا قلت لك المعلومة هاي الكمن، بس أنت ما معذور أنه ما تقرأ الأمبولة، ما معقولة ما تقرأها. فتقرأها وتشوف الكونسنتريشن اوف بوتاسيوم وتنطي 10 ملي مول بير أور ماكسيموم. In patient with severe life-threatening hypokalemia, the concentration of potassium in the infused fluid may be increased to 40 millimol, 40 millimol per liter, if a peripheral vein is used. But higher concentration must be used, infused into a large central vein with continuous cardiac monitoring. طبعا هاي العشرة millimol إذا ماكو cardiac or neuromuscular complication. تفهمون؟ يعني ما معقول المريض cardiac arrhythmia ectopics والمريض هيدخل بريديكارديا وعيصير برولون كيوتي وعيصير كومبليكيشن اوف هايبوكاليميا وانت تنطي 10 ملي مول. لا، هنا تدخله للعنايه وتخليه اندر كونتينوس كاردييك مونيتورينج، لان ممكن الرابيد انفيوجن يسوي اريثميا، وتعوضه 40 ملي مول بير اور. 40 ملي مول بير اور اذا هو بالعنايه وتحت المونيتور وظل تراقبه، او ممكن اذا استخدمت سي في سي سنترال فينوس كاثيتر يعني سنترال فين جاجولار سبكليفيان، ممكن يو كان انفيوز مور، ممكن 60 ممكن حتى 80 ملي مول بير لتر. زين بير اور. ان سم سيركمستانسز بوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس لايك اميلورايد اور سبيرونولاكتون كان اسيست ان ذا كوركشن اوف هايپوكاليميا هايپوماغنيسيميا اند ميتابوليك الكالوسيس especially when renal loss of potassium is the underlying cause. يا شباب اكو سؤال؟ اكو سؤال؟ الو اسمعني. نعم دكتور كمل. دكتور بس هاي نقطة مال ليك بالسنترال فين انطيق او لازم نخلي higher concentrations؟ عفية عليك. طبعا البوتاسيوم is irritant to the vein. Irritant. Very irritant. فما نقدر ننطي بالperipheral veins. Peripheral veins تكون sensitive وما تتحمل hypertonic solutions والhigh electrolyte solutions. ما تتحمل. هي ما تتحمل. فيصير ممكن يصير بها rupture، ممكن يصير بها قبل ما يصير بها rupture، ممكن يصير بها يعني inflammation thrombophlebitis okay or blockage. والcentral vein تتحمل أكثر hypertonic solution وتتحمل more electrolyte dense solutions، ولهذا the total parenteral nutrition high electrolyte intravenous infusion دائما نخليها through central venous catheter، لأن شايفين أنتوا total parenteral nutrition الفلويد مثل الحليب تخين مثل الحليب، هذا ما يتحمل peripheral vein، يصير بي فليبايتس، ممكن يصير بي انفلاميشن، ممكن يصير بلوكج، فننطي ثرو سنترال فينوس كاثيتر سنترال لاين. عفوا عليك. خش سؤال، سؤال اخر على هايبوكاليميا. يا شباب اكو سؤال اخر على الهايبوكاليميا؟ ماكو. زين غدا ان شاء الله راح ناخذ الهايبركاليميا. احنا الالكترولايت شويه صعبه، فالاستاذ يعني استاذ خالد قسم لكم هي انه كل يعني كل محاضره يعني كم سلايد، 7 و8 و10 سلايدات حتقدرون تسيطرون عليها ان شاء الله.
يعني غدا ان شاء الله اذا خلانا طيبين راح ناخذ الهايبر كيليميا فاقروها. يعني الموضوع جدا مهم راح يبقى معاكم ترى مدى حياتكم، مدى حياتكم على الاقل الاوتلاين مالته والنورمال رينج مال البوتاسيوم مال الصوديوم مال الكلورايد، ترى ما حد راح يعطيكم هي. يعني بالاسئله اذا جت اسئله ابد ما حد يقول لكم نورمال رينج مال البوتاسيوم ولا النورمال رينج مال الكالسيوم ولا النورمال رينج مال الصوديوم، لان هذه فايتال. يعني هذه مثل الجلوكوز مثل يعني اليوريا، هذه نورمال رينج لازم تبقى معكم مدى حياتكم، لان هاي راح تكون امرجنسيز وممكن باي لحظه تنقذ بها حياه مريض. فما معقوله انت يجيك الفحص وما تعرف النورمال رينج، خاصه اذا فحص ما مكتوب بالنورمال رينج. زين لازم تكون متحضر متجهز لتعامل مع الهايبوكالسيميا هايبوكاليميا هايبركاليميا هايبوناتريميا هايبرناتريميا، لان هذول امرجنسيز لايف ثريتنينج، حاله حال الكونفولشن، حاله حال اي ميديكال امرجنسي، حاله حال الام اي. زين علما من ضمن خلينا نقول الاكسسبيتنج فاكتورز بالكورونيا هارت ديزيز هم الالكترولايت ابنورماليتيز، ومرات المريض يموت ما يموت من الام اي، يموت من الهايبوكاليميا والهايبركاليميا. حتى تفهمون الفكره؟ فارجوكم تكونوا يعني دقيقين انه تحفظون 100% تحفظون يعني النورمال رينج، ما راح نعطيكم اياها، اذا جبت لكم اسئله ترى ما راح نعطيكم اياها. اوكي؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور بالنسبه للجدول مع الكوزز اوف هايبوكاليميا، بالكوز الاول اللي هو reduced intake مكتوب انه الفيتشر مالته اليورين اكسكريشن مال البوتاسيوم راح يكون اعلى من 20 الى 30. هو اذا احنا عندنا reduced intake ايش شلون الكدني قاعد تطرح ازيد؟ ايه هذا الكلام صحيح وكلامك ويبين كونتروفيرسي ما صحيح؟ ايه هو يبين تناقض، يعني المفروض الكدني هي اللي تحفظ البوتاسيوم. ايه المفروض هذا الجدول موجود بالكتاب كما هو، دورت وراه طبعا. يقول احنا اذا كان ريديوس انتيك فالجسم يحاول يحتفظ بالايش، يحتفظ بالجلوكوز بالبدايه ويحتفظ بال خلينا نقول بالهيدروجين ويحتفظ حتى تو بريزرف يعني النورمال بالبدايه نورمال جلايسيميك ليفل، وبعدين يحافظ على ايش، يحافظ على الهيدروجين وبعدين يحافظ على بقيه الالكترولايتس. زين ف بالبدايه يطرح بوتاسيوم لان يظن انه اكو اباندنت بوتاسيوم، بينما الجلوكوز والهيدروجين ماكو اباندنت، ماكو ريزيرف من عندها، فيحاول يحافظ عليهم ويطرح بوتاسيوم بالبدايه. بس بعدين من يصير هايبوكاليميا، لا يبدي سيفير هايبوكاليميا، لا يبدي يطرح هيدروجين. اوكي فيصير اليورين اسيديك ويصير الكالوسيس. فبالبداية لا، الجسم يفضل الهيدروجين، يفضل الـ يعني الجلوكوز، فيطرح مكانه، لان انت بالكدني اكو هاي الهيدروجين بوتاسيوم هيدروجين بامب، وعندك الـ يعني الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي موجودة بالكدني بالتيوبيوز. فتفضل اول مرة تفضل الصوديوم، تفضل الصوديوم وتفضل الهيدروجين وتفضل الجلوكوز على البوتاسيوم. بعدين بعد فتره مثل سيفير هايبوكاليميا لا يبدي بريزيرف مور بوتاسيوم، بس بالبدايه لا، بالبدايه لا. فهمت الفكره؟ لا تمام. يعني دكتور الى حد السيفير هو راح تبدي الكدني، الى حد السيفير عافيه، الى حد السيفير يبدي يحتفظ بالبوتاسيوم. طبعا هاي اذا الكدني ظلت انتاكت، ممكن الكدني يصير كدني انجري، هايبوكاليميك كدني انجري، والكدني تبدي ما تستجيب اذا ظل سيفير. اي تمام مضبوط دكتور، شكرا جزيلا. عفوا عليك. طبعا النقطة اللي عبرتها بالشو اسمه، يعني هي ما حيل صعبة ما مفهومة، انا عبرتها ما شفت قبل شطيت لك على النقطة الثانية حتى لا اضطر ان اشرح لك هي وتكون صعبة. يعني صعبة هي الفسيولوجي مالتها صعب، بس عافية عليك. بس هي ما يعني انا حقيقة يعني هذه النقطة بالذات جماعة البورد نشرح لهم اياها، تفهمني؟ جماعة البورد، لان الفسيولوجي هنا جدا معقدة. ليش الكدني تحاول تحتفظ، تحاول تطرح بوتاسيوم وانت هايبوكاليميك؟ مثل ما اكو منطقه اخرى، ما دام انت تطرقت الموضوع بالريبيتد فوميتنج انكريز لوس، ايش يصير بالضبط بالانكريز لوس من اكو فوميتنج؟ اشرح احنا اشرح يا خلينا نقول نطرح
نطرح الصوديوم ونطرح الكلورايد ونطرح هيدروجين، ما صحيح؟ هيدروجين HCl اللي هو هيدروجين HCl مال المعدة. اي تمام دكتور صح. الو تسمعني؟ ايه نعم دكتور ايه تمام. نعم فتطرح هيدروجين، المفروض التصرف الطبيعي مال الكدني ايش يسوي الكدني؟ اذا انت واحد عايزوع هيدروجين، عايزوع هيدروجين اين؟ عايصير الكالوسيس، عيفقد اسيد فعيصير الكالوسيس، المفروض الكدني تطرح هيدروجين، لو تطرح بايكربونيت حتى تعوض الاسيدون حتى تعوض. او تطرح بايكربونيت حتى ترجع حتى تعوض. هنا من تجي بالسيفير فوميتنج برولونج فوميتنج تجي تقيس البي اتش مال اليورين يطلع لو، اليورين اسيدك، الكدني تطرح هيدروجين. زين انت واحد عايزوع هيدروجين و HCl ونورمال وسالين وقصدي يعني صوديوم كلورايد ويطرح بوتاسيوم ويطرح هيدروجين، زين الكدني ليش عاد تطرح هيدروجين مره ثانيه؟ هنا الكدني راح تفضل تجي تشوف البوتاسيوم، الجسم يشوف البوتاسيوم هايبوكاليميا ولا هايبوناتريميا تصليحه اهم من الكالوسيس اللي عايصير، ما صحيح؟ تصليحه اهم من تصليح الكالوسيس اللي عايصير، فايش يسوي؟ يطرح مور هيدروجين حتى يحتفظ ثرو هاي الهيدروجين صوديوم هيدروجين بامب وبوتاسيوم هيدروجين بامب، فايش يصير؟ يطرح هيدروجين حتى يحتفظ بالايش؟ بالصوديوم والبوتاسيوم. فهي فسلجه فيسيولوجي، بس هنا بها بارادوكس انه يفضل هنا الالكترولايتس على 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 الهيدروجين. هذا بارادوكس موجود وموجود بكثير مكانات. وعافية عليك، خش سؤال. ماكو سؤال آخر يا شباب؟ إذا ما أكو راح ننهي الميتينج. تمام. Goodbye.